جيراي باحث في التاريخ يتعلم الكتابة العثمانية ليتمكن من قراءة ما يحتاجه من وثائق من الأرشيف العثماني. دفع جزءا من دخله ليلتحق بواحدة من دورات تعليم الكتابة العثمانية في أنقرة، لذلك ينتظر إقرار هذه الدورات من قبل الدولة مجانا ليستفيد ماديا وعلميا حسب قوله. نحن مجتمع يحمل إرث الإمبراطورية العثمانية، ولا بد أن نتعلم العثمانية حتى نعرف ثقافتنا وتاريخنا. أصدر مجلس شورى التربية والتعليم توصية بتدريس الكتابة العثمانية إلزاميا في المدارس الدينية واختياريا في مدارس التعليم العام، ورغم كونها توصية فقط وبحاجة لإقرارها حكوميا لتطبيقها، إلا أنها أثارت جدلا كبيرا، فالحكومة تسعى لشرح التاريخ العثماني. تعتبر المعارضة التمسك بتاريخنا عودة إلى الرجعية، والعهد العثماني ليس رجعيا بل هو عهد التنوير الإنساني. نحن سنمكن شعبنا من تعلم تاريخ أجداده. احتجت المعارضة العلمانية بشدة على التوصية، واعتبرتها محاولة لتقويض علمانية الدولة وإعادة تركيا إلى العهد العثماني الذي اعتبرته عهدا رجعيا يمجد الدين ويرفض العلوم الحديثة. قرارات مجلس شورى التعليم تعيق تعليم أطفالنا الرياضيات والفيزياء والكيمياء والعلوم الأخرى، وتعيد المجتمع إلى عهود الرجعية، ولن نسمح بتطبيقها. تظهر استطلاعات الرأي أن 60% من الأتراك تؤيد تعليم الكتابة العثمانية في المدارس، لأنها ستمكنهم من الاطلاع على الوثائق والمخطوطات العثمانية. هدد برلمانيون علمانيون بسحب أولادهم من المدارس إذا طبق فيها تعليم الكتابة العثمانية، وهذا ينذر بأزمة سياسية جديدة تعيد إلى الأذهان جولات الصراع المتواصلة بين الإسلاميين والعلمانيين في تركيا. عمر خشرم، الجزيرة. دورات من قبل الدولة مجانا ليستفيد ماديا وعلميا حسب قوله. نحن مجتمع يحمل إرث الإمبراطورية العثمانية، ولا بد أن نتعلم العثمانية حتى نعرف ثقافتنا وتاريخنا. أصدر مجلس شورى التربية والتعليم توصية بتدريس الكتابة العثمانية إلزاميا في المدارس الدينية واختياريا في مدارس التعليم العام، ورغم كونها توصية فقط وبحاجة لإقرارها حكوميا لتطبيقها، إلا أنها أثارت جدلا كبيرا، فالحكومة تسعى لشرح التاريخ العثماني. تعتبر المعارضة التمسك بتاريخنا عودة إلى الرجعية، والعهد العثماني ليس رجعيا بل هو عهد التنوير الإنساني. نحن سنمكن شعبنا من تعلم تاريخ أجداده. احتجت المعارضة العلمانية بشدة على التوصية، واعتبرتها محاولة لتقويض علمانية الدولة وإعادة تركيا إلى العهد العثماني الذي اعتبرته عهدا رجعيا يمجد الدين ويرفض العلوم الحديثة. قرارات مجلس شورى التعليم تعيق تعليم أطفالنا الرياضيات والفيزياء والكيمياء والعلوم الأخرى، وتعيد المجتمع إلى عهود الرجعية، ولن نسمح بتطبيقها. تظهر استطلاعات الرأي أن 60% من الأتراك تؤيد، ورغم كونها توصية فقط وبحاجة لإقرارها حكوميا لتطبيقها، إلا أنها أثارت جدلا كبيرا، فالحكومة تسعى لشرح التاريخ العثماني. تعتبر المعارضة التمسك بتاريخنا عودة إلى الرجعية، والعهد العثماني ليس رجعيا بل هو عهد التنوير الإنساني. نحن سنمكن شعبنا من تعلم تاريخ أجداده. احتجت المعارضة العلمانية بشدة على التوصية، واعتبرتها محاولة لتقويض علمانية الدولة وإعادة تركيا إلى العهد العثماني الذي اعتبرته عهدا رجعيا يمجد الدين ويرفض العلوم الحديثة. قرارات مجلس شورى التعليم تعيق تعليم أطفالنا الرياضيات والفيزياء والكيمياء والعلوم الأخرى، وتعيد المجتمع إلى عهود الرجعية، ولن نسمح بتطبيقها. تظهر استطلاعات الرأي أن 60% من الأتراك تؤيد تعليم الكتابة العثمانية في المدارس،
لأنها ستمكنهم من الاطلاع على الوثائق والمخطوطات العثمانية. هدد برلمانيون علمانيون بسحب أولادهم من المدارس إذا طبق فيها تعليم الكتابة العثمانية، وهذا ينذر بأزمة سياسية جديدة تعيد إلى الأذهان جولات الصراع المتواصلة بين الإسلام